الكثير من التغيرات التي تحدث في الأسبوع 13 من الحمل، وانتهاء هذا الأسبوع يعني انتهاء الثلث الأول من الحمل، وتعتبر هذه المرحلة من أكثر مراحل الحمل أهمية. فقد كبر جنينك الآن وأصبح بإمكانك التعرف على جميع حواسه وأعضاء جسمه والتقاط الكثير من الصور له. أيضا سيمنحك الكثير من المؤشرات بقرب قدومه للحياة، منها تمييز الأصوات الخارجية وبخاصة صوتك، وركل البطن بين الحين والآخر، وتشعري باختفاء الكثير من علامات الحمل الأولى مع ظهور علامات أخرى جديدة. فيا ترى ما يحدث الأم خلال هذا الأسبوع من الحمل؟ تستمر الزيادة في الوزن في الأسبوع 13 من الحمل مع بدء بروز البطن بالإضافة إلى كبر حجم الأرداف قليلا، وإمكانك الآن البدء في شراء الملابس الخاصة بالحمل، حيث قبل ذلك كان من الممكن ارتداء ملابسك القديمة، ولكن الآن تحتاجين إلى ملابس واسعة ومريحة خاصة مع زيادة تحسس الثديين. أيضا ستلاحظين وجود خطوط بيضاء في جسمك خاصة في منطقة الفخذين والثدي والبطن، وهذه الحالة تسمى بظهور علامات تمدد الجلد، وتظهر مع زيادة الوزن ولا داعي للقلق منها. تنتهي مرحلة الوحم في هذه الفترة، وربما لن تشعري بالرغبة في التقيؤ مطلقا بعد نهاية هذا الأسبوع، إلا أنك ستشعرين بامتلاء المعدة، وربما تزداد لديك مشكلة الحموضة مع تناول الأطعمة الحارة، وربما تشعري بحرقة شديدة أثناء التبول، وهذا يدل على إصابتك بالتهابات في مجرى البول. هذا الأمر يحدث بشكل طبيعي نتيجة لكبر حجم الرحم والضغط على المثانة البولية، وأيضا يحدث كرد فعل طبيعي لإفرازات الرحم. في الأسبوع 13 من الحمل لن تشعري بالإجهاد البدني أو الخمول، بل على العكس يزداد نشاطك وحماسك لأداء الواجبات المنزلية، وأيضا سوف تستعيدي رغبتك في ممارسة العلاقة الحميمة من جديد، كما سيقل الضغط العصبي والنفسي الذي عانيت منه طوال أسابيع الحمل الماضية، وتتبدد مخاوفك من سقوط الحمل خاصة مع رؤية ملامح طفلك في الأشعة التلفزيونية. وكما ذكرنا سابقا أنك سوف تشعرين بأن حجم الثديين يزداد في هذه المرحلة من الحمل، ويرجع هذا إلى بدء تكون الحليب في ثدييك تمهيدا لمرحلة الرضاعة الطبيعية بعد الولادة. إن عدم تذكرك للمواعيد الهامة وقلة تركيزك وانتباهك في الأمور اليومية، هذا هو الأسبوع 13 من الحمل، وهو أمر طبيعي للغاية ويرجع إلى فعل الهرمونات. فإليك سيدتي الآن بعض النصائح الخاصة بالأسبوع 13 من الحمل. لا تتوقفي عن ممارسة التمارين الرياضية، بل على العكس، إذا تمكنت من مضاعفة الوقت الخاص بممارسة الرياضة افعلي ذلك على الفور، ولا تترددي أبدا خاصة بعد زيادة وزنك بصورة ملحوظة. أيضا اهتمي بممارسة التمارين التي تساعد على شد الجلد لتقليل ظهور علامات التمدد، واهتمي بالنظافة الشخصية وترطيب جسمك من وقت لآخر للحفاظ على صحة جلدك. كما يجب أن تهتمي بغذائك من اليوم فصاعدا أكثر من أي وقت مضى. أيضا اهتمي بنوعية الغذاء الذي تحصلي عليه ومصدر حصولك عليه، وبخاصة الإكثار من تناول الأغذية المحتوية على عنصر الحديد لتقوية جسمك. فكل ما تتناوليه من طعام يمتص جسمك في هذا الأسبوع عبر السائل الأمينيوسي، وبإمكانك الآن البدء في اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن. فالحمل أصبح ثابتا الآن مع الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة والأطعمة المسلوقة والمشوية، مع الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على مواد حافظة أو مكسبات طعم ولون. تخلصي سيدتي من حموضة المعدة عن طريق تناول الزبادي وشرب الحليب والعصائر الطبيعية،
والابتعاد عن كل ما يهيج المعدة وامتني عن تناول الوجبات الدسمة في المساء. اهتمي سيدتي بتغيير نوعية الأحذية التي تقومين بارتدائها في هذا الأسبوع من الحمل، لأنك سوف تعانين من مشكلة تورم القدمين نتيجة لتخزين الماء تحت الجلد عن طريق تسرب الماء خارج الأوعية الدموية. واهتمي سيدتي بتناول الأسماك أيضا، وأحرصي على ألا يقل معدل استهلاكك من الأسماك عن 300 جرام أسبوعيا، فهي تحتوي على مادة هامة يطلق عليها الأوميجا 3. هذه المادة مسؤولة عن سلامة الجهاز العصبي للجنين بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. ومن أكثر أنواع الأسماك التي تحتوي على هذه المادة أسماك التونة والسلم، ولكن يجب أن تنتبهي إلى احتواء الأسماك على مادة الزئبق، وهي مادة سامة، لذلك لا تكسري من تناول الأسماك. بعد تعرفك سيدتي على نوع الجنين، خطوة شراء ملابسه قبل التأكد من نوعه إن كان ذكرا أم أنثى، لأن الكثير من نتائج الفحص في هذا الأسبوع قد لا تكون سليمة 100%، لذلك يفضل الانتظار فترة كافية حتى يتمكن نمو جنينك. وشكرا للاستماع.